أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن يؤخرهم ليوم تشخص فيه لا يخلقون شيئا مطيعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم ضرا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا فيقول الذين ظلموا رب إن هذا إلا إفك ربنا أوحينا إلى أجل
دعوتك ونتبع فقد جاء وسكنتم في مساكن الذين لم يعلموا السر في السماوات وتبين لكم إن وتبين